تدخل وليد الركراكي المدير الفني للمغرب لوقف الملاسنات الكلامية بين عز الدين أناحي ومصطفى محمد. موقع سبورت 7 المغربي قال إن الركراكي ما عجبوش تصريحات أناحي تجاه منتخب مصر، واعتبرها مستفزة وتقلل من قيمة البطل التاريخي لقارة أفريقيا. الحكاية بدأت بتصريحات لأناحي قال فيها إن منتخب مصر الفايز بالسبع ألقاب قارية لا يقدم مباريات رائعة، ولكنه يستطيع إدارة المباريات، وبمجرد تقدمهم في النتيجة يسقط لاعب يميناً وآخر يساراً. مصطفى محمد رد على تصريحات أناحي وقال: لم أسمع أي شيء، ولكن بالأرقام لدينا سبع بطولات ونريد الفوز باللقب الثامن. إذا هو قال كده عليه القيام بما نقوم به ليفوز بالبطولات. نسخة كوت ديفوار ممكن تشهد مواجهة مصرية مغربية في حالتين: في دور الثمانية لو الاثنين يتأهلوا كمتصدرين للمجموعة وتخطوا دور الستاشر، وممكن يتقابلوا في دور الستاشر لو المنتخبين يتأهلوا في المركز الثاني. انت بقى قول لنا ايه رأيك في تصرف الركراكي بعد تصريحات أناحي.